إذن مشاهدي قناة شوف تقبلكم معنا في البث المباشر في طب مدينة الدار البيضاء. كيفما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، هنايا استنفار طرف رجال القوات المساعدة وأيضا السلطات المحلية اللي حجوا المنطقة الخلاء اللي ولاو كيحتلوها أفارقة جنوب الصحراء وسط المدينة. هذه هي المنطقة الخلاء كيف كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، شوفوا معنا الكرياج، شوفوا معنا هاد الكرياج هذا كيفاش قلعوه من المكان ديالو، شوفوا كيفاش تهز هاد الكرياج هذا ولاو كيدخلوا من تحت ويحتلوا هاد المنطقة خلاء، منطقة خلاء اللي كتواجد بوسط المدينة، مدينة الدار البيضاء. كتبون معنا رجال القوات المساعدة والسلطات المحلية متواجدين هنا بعين المكان. رجال القوات المساعدة اللي كيتواجدوا حجوا كثافة لعين المكان، كيفما كتشوفوا معنا أيضا السلطات المحلية الكل متواجدين. صراحة في منطقة خلاء اللي ولات كتعرف طقوس ديك غريبة وطقوس اللي غريبة من طرف أفارقة جنوب الصحراء. واخا داروا ليهم كرياج فبقاو كيدخلوا وبقاو باني العشش ديالهم وساكنين في هذه المنطقة هذه. كما كتبوا معنا هنايا رجال القوات المساعدة فعلا القوات المساعدة حاضرين بعين المكان، رجال القوات المساعدة حاضرين بعين المكان والسلطات المحلية. شوفوا معنا الكرياج صراحة اللي هزوه وبقاو كيدخلوا من تحت منه. يعني هادشي بالضبط في محج الجيش الملكي، محج الجيش الملكي كما كتبوا معنا ايضا رجال القوات المساعدة مازال كيتوافدوا لعين المكان. رجال الامن ايضا حتى هما في حملات امنيه هنايا في جانب هذه المنطقه.